نروح لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الثروة الحيوانية. النهاردة وزير الزراعة عقد اجتماع مع قيادات الثروة الحيوانية لبحث كيفية النهوض بها نظرا لما يحظى به هذا القطاع من اهتمام كبير من الرئيس السيسي، لأهميته طبعا في توفير البروتين والأمن الغذائي للمواطنين. للتفاصيل أكتر معانا على تليفون دكتور طارق سليمان، رئيس قطاع هيئة تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. دكتور مساء الخير، وياريت تكلمنا عن خطتكم للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية في مصر. مساء النور يا أستاذ ريهام، ومساء النور لكل السادة مشاهدينك الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن معالي الوزير في اجتماعاته الدورية مع قطاعات وهيئات الوزارة وتحديد الاهتمام الغير مسبوق من القيادة السياسية بالزراعة عموما وكل الملاحة على فكرة مش بس زراعة، وتحديدا فيما يتعلق بالثروة الحيوانية والداجنة. يمكن باختصار برضو تطرق معالي وزير الزراعة في المشروعات القومية التي تتبناها الدولة وتراها وزارة الزراعة، زي المشروع القومي للبتلو والأثار المترتبة عليه إيجابية، زي المشروع القومي لمراكز تجميع الأسنان، المشروع القومي للتحسين الوراثي، المشروع القومي لتطوير عنادر ومزارع الدواجن وتحويلها إلى نظام تربية مهم. لو اتكلمنا عن المشروع القومي للبتلو، مع الوزير أكد على ديمومة التواصل مع المستفيدين من المشروع القومي للبتلو والتيقن من عدم وجود أي مشكلات والعمل على تسجيلها الفوري في مهدها. أي مشكلة تواجه المستفيدين سواء كانت غذائية أو رعائية أو إدارية أو صحية، والعمل على تسجيلها على وجه الحال. وعايز أقول لحضرتك يمكن في المشروع القومي للبتلو استفاد منه لغاية وقتنا هذا ما يزيد عن 39,000 من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات في مبادرة حياة كريمة، لتوفير حياة كريمة للأسر الريفية، لتربية وتسهيل ما يزيد عن 435,000 رأس من المشية بقيمة تمويل وصلت 6,500,000,000 جنيه. اتكلمنا كمان عن مشروع القومي لمراكز تجميع الألبان واهتمام القيادة السياسية به، وقد ايه فخامة الرئيس وجه في الاهتمام به ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان الموجودة بالفعل لكونها المناسب التسويقية لصغار مربي مشية الألبان الذين يمتلكون تقريبا من 60 لـ 80% من جملة ما لدينا من ثروة حيوانية. واهتمام فخامة الرئيس بتوفير كوب لبن أفضل وصحي وآمن للمواطن. ولأول مرة عقد البروتوكول ما بين وزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربي والبنوك الممولة لتنظيم آلية العمل في مراكز تجميع الألبان والمشروع القومي لمراكز تجميع الألبان. والحمد لله احنا لغاية النهاردة يمكن تم تطوير ورفع كفاءة 160 مركز لتجميع الألبان في محافظات عديدة من الجمهورية، ولأول مرة بيتم بإنشاء 8 مراكز جديدة تابعة لوزارة الزراعة بقرار من معالي وزير الزراعة في مناطق يتمركز فيها مشية أو صغار مشية الألبان وتفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان. وبالإضافة إلى المراكز التي سيتم إنشائها كمان في مبادرة حياة كريمة ضمن الاهتمام في رفع كفاءة الريف المصري. واتكلمنا على ما حضرتك يا دكتور؟ واتكلمنا كمان مع الوزير، اتكلم ووجه بالاهتمام بتراخيص تشغيل كافه انشطه ومشروعات الثروه الحيوانيه والداجنه، وطبعا الاهتمام بتيسير وتبسيط اجراءات الحصول على تراخيص التشغيل مع الاخذ في الاعتبار الاهتمام بكافه عوامل وعناصر الامن والامان الحي وداخل وحول هذه الانشطه، وبالتالي رفع معدلات ورفع كفاءه الحيوان او الطيور. ويمكن حضرتك برضه من خلال الحصر الدقيق الالكتروني عندنا للثروات الحيوانيه والداجنه، الحمد لله احنا في الثروه الحيوانيه يمكن في 2020 لما قلنا في بدايه العام ان اكتفائنا الذاتي هيكفي 52% انتاجنا المحلي هيكفي 52% من اكتفائنا الذاتي. أيوة. بدايه العام الحمد لله لقينا ان اكتفائنا وصل ل 58
وهيعدي كمان ل 60% دوت ان شاء الله الجهود الذي نزلتها وزاره الزراعه جنبا الى جنب مع المربيين. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه بوزاره الزراعه، شكرا ليك يا فندم.